My friends, assalamu alaykum wa rahmatullahi. عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يحيي المسلمون والعرب الآخرين بالدعوة لهم بالسلام والرحمة من الله. جاء ديننا برسالة للسلام، فالعهدة العمرية التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرب 15 قرنا من الزمن، وقبل أكثر من 1000 عام من صدور اتفاقيات جنيف، أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا كبيرا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يدمروا كنيسة. هذه قواعد الاشتباك التي يجب على المسلمين تطبيقها والالتزام بها، كما يتحتم الالتزام بها على كل من يؤمن بأنسينيتنا المشتركة، فحياة كل المدنيين ثمينة.